اوكي بيقول لي هنا the straight line L has equation 2y minus 7x equals، عايز الجريدينت. طبعا هنا الجريدينت انت عايز تجيبها في طب انترسبت فورم، فانت عايز ال y تبقى هنا in the left hand side، هجيب ده الناحية التانية، يبقى انا عندي 2y equals 10 minus 7x. اوكي يبقى عندي هعمل divided by 2، لما اعمل divided by 2 هنا وdivided by 2 هنا وdivided by 2 هنا، فساعتها ال 2 تتكنسل مع 2، وبالتالي هيبقى عندي ال y هتبقى equals 10 divided 2 هتبقى 5 minus 7 over 2x. طبعا الجريدينت بتاعي هو ال coefficient of ال x، فهو ده كده الجريدينت اللي انا عايزه negative 7 over 2. We define the coordinates of the point where L crosses the y x. طبعا انتوا عارفين اساسا لما اقول لك ال y equals mx plus c، فدوت هو الجريدينت بتاع حضرتك، وديت السي ديت هي ال y intercept. يعني ايه y intercept؟ يعني لو عندي كده وكده واللاين عامل كده، وال y دي مثلا كانت عند 4 مثلا، دي كانت 4 اوكي، كان 1 2 3 ودي 4، يبقى ساعتها بحط مكان السي ديت هنا، اشيل دي واحط مكانها 4. يبقى يا مستر ياسر النمبر اللي واقف لوحده دوت بتوريني اللاين عمل كات مع الواي فين، او يعني معنى كده في الحته ديت لما حبيت اكتبها بقى يا مستر ياسر بنفس الترتيب كده نيجاتيف 7 اوفر 2 اكس بلس 5، يبقى معنى كده المكان ده هو يا مستر ياسر المكان اللي الستريت لاين ده عمل مع الواي كات، عمل كروس مع الواي. قال لي اه، طب بس انا عايز يا مستر ياسر بوينت، عايز كوردينيتس، يعني عايز اكس وعايز واي. هو طب ما انا عندي الواي ب 5، وطبعا انت اون الواي اكس لازم الاكس تبقى بكام؟ ب 0.